Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan bacaan Iqra 2 muka surat 15. Bacaan mesti jelas, bezakan mana panjang dan mana pendek. Elok juga dibaca dengan gaya nasyid. Sabata. 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 sabata 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 zabada 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 تواب. 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 جاهد. جاهد. فاعل. ثاقل. ثاقل كاتب كاتب نسأ ناساء طالب طالب غازو غازو علم عالم حسد حاسد ناعم ناعم لا هبا لا هبا ضالا لا نا 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 اصاب اصاب اعاد اعاد افاق افاق ذاكر ذاكر نشا نشا اقام اقام افاض افاض امان امان غاسق غاسق قاتل قاتل وَعَدَ وَعَدَ جَامَعَ جَامَعَ لَا خَلَاقَ لَا خَلَاقَ لَا أَثَرَ لَا أَثَرَ لَا أَخَذَ لَا أَخَذَ فَمَنَعَ فَمَنَعَ Kesilapan membaca panjang pendek adalah suatu kesalahan besar. Nabada Nabada Halala Halala Balaga Balaga Zahaka Zahaka Afala Afala Ramada غمد ملك ملك فلها فلها تشابه تشابه ما عرف ما عرف وسلام وسلام سكيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته